وخلال اجتماع القمة العربية، قال صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا أن منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية كافة. ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين. لا يمكن للسلام والأمن أن يتحقق مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق حل الدولتين.